مواطن عراقي يشكو سوء تعامل موظفي السفارة في برلين بألمانيا. نتابع ومن ثم نقرأ عليكم أبرز ما كتب العراقي. هاي أنا هنا بالسفارة وناس تشتغل كلها باطل وكل حرام وكل كذب، وهاي صار لي 4 مرات اني الجوازات غلط، وهاي شوف العالم كلها قاعد انا كل من مصيبته شكل زين، وهذا الشخص انا اتك عليه ما يجاوبني زين، وكل حكايه وكل حكايه هو هذا كل حكايه يقول لي تعال للسفاره زين. لا انا اريد واحد يضربني، انا اريد واحد يضربني. ليش ما تعطونا حقنا؟ لا ما سد موبايل، اصوركم مفضحكم. هذا اليوم ينزل فيسبوك الدنيا كلها زين، باعوه. السيد القنصل احترمني وجاوبني، بس هذول الموظفين كلهم ما عندهم احترام، وتعالوا اي واحد هسه سلوه من ذولا هو يحكي لكم على اللي سووه هنا. دمرونا هاي 3 جوازات 3 جوازات غلط، جواز يطلعونا بمع العلم مستمسكات كلها نجيب نسختين ملونه ونجيب الاستماره الالكترونيه اللي خلوا مكتب بفلوس نطبحها ما نقدر نسحبها. ناس ما تستحي يا تحكيها، ما عنده احترام، ما عندهم تقدير، يجي الموظف يضربنا، احنا مواطنين. وينهم انهزموا؟ يلا وينهم؟ هسه خلي يجي واحد، كلها تخاف تطلع شكولها. انا اعرفكم واحد واحد، والله واحد واحد اعرفكم، مفضحكم بالقران. هذا اول يوم اسمع عماد،